امبارح النادي الاهلي رجع بالسلامه الى ارض الوطن، رجع للقاهره. الفريق النهارده وبكره ان شاء الله هيكون واخدين راحه وهيستأنفوا التمرين عصر يوم الثلاثاء المقبل ان شاء الله على ملعب مختار التتش، طبعا استعدادا لمواجهه امتي في بطوله كاس مصر واللي هتقام يوم الجمعه المقبل. كمان لازم يكون في راحه، لان يعني حضراتكم بقى احنا يعني بنتكلم كتير قوي على التفصيله دي، حاله الاجهاد البدني الكبيره جدا طبعا الى جانب المباريات والمعسكرات والتدريبات. كمان مجرد رحلات السفر دي كانت حدوته، رحله السفر ابتدت من القاهره الى جوهانسبرج ومن جوهانسبرج الى الدوحه ومن الدوحه الى القاهره. فيعني هم الحقيقه عن استحقاق وعن جداره لازم يريحوا اليومين دول، وان شاء الله ربنا يوفقهم في اللي جاي.